السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ويهلا. اليوم عندنا لعبة من ألعاب البلس، طبعا طلع عندنا في البلس لكن ممكن تكون بفلوس. طبعا طلع في البلس عندي مجانية. اللعبة اسمها هيومانيتي، الإنسانية أتوقع. فاللعبة هذه اللي يحب الألغاز بالجزلة. أوكي، قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، وإذا حبيت تساعدني وتنتقل لحسابي في التيك توك سوي فولو هناك إذا معك كلافة. اوكي طيب، خلو الحين نشوف الحين اللعبة اسمها هيومانيتي. نحط على ستوري مود، نحط كونتينيو. طبعا في البداية يبدأ يعلمك على أساليب معينة. طبعا أنت معك الشخصية هذه، الكلب هذه، تمام. تبدأ في البداية يعطوك مراحل بدائية، خلينا نقول إن تسوي تحل ألغاز معينة بطريقة معينة. عند هنا أويكينج، هذه تعتبر هي المرحلة الأولى. طبعا في قبلها مرحلة تمهيدية قبل، لكن احنا حنبدأ معكم احنا في المرحلة هنقول مثلا العادية هذه. مثلا ها، طبعا هي كل مرحلة او كل ستيج في اكثر من مرحلة جوا. طبعا كل ما تزود اتوقع الستيجات، كل ما يصعبون المهام ويعقدونها زيادة وزيادة. اوكي، خلونا مثلا احنا ناخذ هذه لوب ذا لوب مثلا. اوكي، ندخل الحين. لو تلاحظ ان الحين شكل الماب غريب. اوكي، طبعا المطلوب منك انك توصل انت خلينا نقول الناس هذول كلهم. انا حاليا بس خلينا عشان اشرح لكم شرح بسيط. حاليا مطلوب منك توصل الناس هذول كلهم الى المنطقه النهايه اللي هي هذه هنا. تجي هنا اللي هي هذه الفوق، هذه اذا هم دخلوا فيها يمديك تفوز في المرحله. طبعا تقدر توصل الاشخاص هذولي للمكان هذاك بدون الاشياء الذهبيه. الاشياء الذهبيه خلينا نقول زي الامتياز، اذا انت قدرت انك تخلي الناس هذولي ياخذون الذهب ويوصل فيه للنهايه، فانت هنا خلينا نقول بتاخذ زي اشكال طريقه لبس اللي هو خلينا نقول للناس هذولي او الشعب هذا. اوكي طيب، مثلا الحين نفك احنا عنهم هذه مثلا، ونقول عند حاليا احنا عند حركتين عندنا اللي هي التيرن، احط اتجاهات يمين يسار زي كذا مثلا، وعندي اللي هي اللونج جامب. طبعا في المرحله هذه حطي لي لونج جامب. طبعا عدد الناس اللي يطيحون ما يهمك، اهم شيء طبعا ما عندك وقت هذا الشيء، هذه النقطه. وعادي انت حاول تفكر طريقه ممتازه انك توصل هذول الناس المكان مطلوب. طيب حاليا احنا عندنا، انا حاليا بخليه يسوون زي كذا، عفوا نسوي تيرن هنا مثلا، ومن هنا على هذا بعطيهم هنا لونج جمب مثلا. شوف الحين لاحظت انهم طاحوا في حفره، ايش اسوي؟ اشيل هذه احطها هنا. شوف الحين راحوا هناك، انا اجي هناك زي كذا، احط تيرن هنا تيرن هنا تيرن هنا، وهنا هم اكيد بيروحون جهه ثانيه، فاعطيهم هنا الجنب. شوف انا الحين شغلت النقطه هذه فاعطاها زي الدائره، فاعطيهم جنب. شوف هم الجنب وين يروحون؟ يروحون هنا، يجون هنا. اوكي، اجي اعطيهم تاب مره ثاني جنب. تقدر تحط دبل اكس عشان تنتقل معهم، عشان تمشي معهم بحيث تشوف هم وين يتجهون زي كذا، خصوصا كان مكان صعب عليك انك تنتقل فيه. شوف الحين هم جو هنا، احط مثلا زي كذا واعطيهم جنب اضافي مثلا، ومن هنا مثلا اعطيهم لفه ثانيه وجمب كذا. الحين صاروا هذول الناس اللي يتمشون الان داخلين زي الدوامه. انا اقدر بمجرد ان احنا طبعا هذا احد الافكار في اللعبه، انا الحين اقدر اوقف عنهم المشي هذا. بيسوون هذول كلهم الان اللي قاعدون هذول يقعدون في حلقه، احنا نسميها حلقه لا نهائيه، يسوون دائما يلفون فيها كذا شغاله طول الوقت. فانا وش اسوي الحين؟ عندي مثلا شغل موضوع التعب، ودي اكنسل هذا واكنسل هذا، واقول يلا تعال من هنا يا حبيبي، تعال كذا، تعالوا هنا، خذوا هذا معكم، تعالوا هنا، لفوا هنا فوق. فهم يتسلقون يجون هنا. هنا انا بخليهم يقمزون، فنعطيهم مثلا كذا. خلينا نجرب، ابغى اجرب على دفعه قليله بس، مشكله الدفعه القليله الاولى هذه. ابغى نكنسل هنا وبعطيهم ثانيه هنا، ما ينفع خليه هنا.
برضو ما ينفع نخليه هنا. شوف الحين هنا قدرت انا اخذ ذاك الثاني الذهبي وبرضو يكملون المشي حقتهم الى النهايه. شوف كيف هنا تبدا الافكار كذا. طبعا كل ما تتقدم زي ما قلنا تتقدم زياده في الستيج كل ما تاخذ امتيازات اكثر. شوف الحين يوصل الذهبي حسب لي اثنين ذهبي حلوين. الحين انا بنتقل معكم لي ستيج ثاني او خلينا نقول يعني خلنا نسميها استجات استجات داخل مراحل. هاي المرحلة الثانية قاعد الحين العبها. طبعا كل ما تتقدم زيادة طبعا هم ما يبيلوا لك وش الماب وش هو. فانت تلعب بالماب اللي قبله مثلا هذا وتقول يلا بدخل هنا وبتتفاجئ بشكل الماب كيف يكون وتحاول تعطيه احسن تخطيط ممكن. وعادي لو تخطي عادي تخطي وعادي تعيد مرة ثانية وعادي تسوي اكثر مرة اكثر من محاولة لما تلقى الطريقة الصح. فانا حاليا في المرحلة هذه أعطونا بس موضوع التن وهم موضوع انهم بس يلفلفون الشخصيات. طبعا نعطيكم شرح اضافي مثلا الحين عندنا البلك الاسود هذا هذا يندف. شوفون الحين شوف الحين دفوه دخل في القاعدة هذه في فوق في بوابة يمشون فيها هذول. فهذول بينها فهم بيجون هم بيطيحون وبعدين بيطيحون مرة ثانية. طيب متوقع. طيب انا حاليا احتاج اسوي حركة الحين عشان اقدر انا اوصلهم بالطريقة الصحيحة. ابى اقول تعالوا انتم من هنا سيدة من هنا سيدة من هنا. اوه شوف عندنا واحد جوا هنا لازم ناخذه. وفي شكله عنده شغلة عنده شغلة هو. طيب نقول كذا الحين بنسوي حل. هذا كمية جدا كافية تكفي. بنخلي هذول يدفون يوصلون لحد هذا بعدين هم يرجعون عشان ما يجيبون طامة. تمام كذا يدفون خلصوا قضوا من نفس الكمية بسيطة عشان شغلة معينة وبقية يطيحون كيفهم من هنا على هنا يخشون من هنا وبعدين يروحون هنا ويدفون ومن هنا عادي يرجعون خلاص. طيب الحين عشان ندف المشكلة ان هذا مرتفعين اكثر عن هذا ما ظنت انه قابل للتسلق. طيب الحين احنا ركبنا هذا نقول لهم واحد منكم ياخذ الذهب على الطريق وصل للنهاية. نشيل هذه ما منها فائدة ونشيل هذولي. الحين وصلنا ذهبي واحد. هذا اللي فوق شو اشوف موضوعه مره صعب صعب ان احنا نجيب لاحد يوقف فوق. والمشكله حتى في الدف لو بدفه ما في مساحه نقدر ندف فيها. ما اقدر اجيب احد من خلف دف. فما عندهم خاصيه هم عندهم خاصيه انهم يسحبون وكذا. شوف هنا ثابته هاي سيده غصب عنك سيده. طيب وش نلقى حل؟ ممكن اسوي طريقة هنا بشوف طريقة ثانية. الحين هذه اقدر ادفها هنا واحطها هنا ثلاثة. مشكلة حاولت ادفها ما راح تتحرك لان محجرت لها هذه قفلة عليها ذي. هل انها تندف وتخش الزايدة هذه هنا مثلا؟ بس المشكلة كيف بجيبها في طريقة المشكلة هاي بس طيحة يعني ما فيها اي شيء من هذه الاشياء. طيب خلينا نقول الحين فك شوي هنا خليهم يجون هنا ومن هنا نعطيهم امر هنا هم يدفونها بتلصق هنا بعدين نعطيهم امر اذا وصلت هي هنا هنا يب يدفون هذه هنا يدفونها ثاني هنا ايه هنا كفاية يرجعون هنا بس هذول كفاية جدا كافيين. بس خليهم يرجعون خليهم كذا عشان بس خلاص يطيحون هم. ايوه فيلسوف ايه ايه كابتن وين معه طيب الحين وما ظنيت بيتسلقون. ابغى اجيب حركة هنا من هذولي خلينا نجهز لهم حركة من هنا كذا من هنا يدفون دفة واحدة ما ابغاهم يتجاوزونها.
دخل كمية، نقول باقي مع السلامة، نقدمهم. شوف كده كفاية. بس لا يريد يدفون زيادة، يجون هنا يدفون ذي كذا. طيب الحين خلاص صاروا ذولي اللي فوق يمشون بخط مستقيم، ما عاد عندهم شيء. يعني الإشكالية في البعيد هذاك، ما ادري انا كيف بوصل له، صعب مره وصول له. كباتن كباتن وين يا شباب؟ اي اي الحين ذول خلاص وصلين فوق، شغلوها اللي فوق. مشكلة ما في طريقة حل هنا للنذية دفها، فهنا عقبهم تكمل المشكلة. خلينا نقول هنا خلاص هذولي مع السلامة، خلنا بس كذا نقدم. بيخشوا الحين دي هنا وكذا بخلص المرحلة، لكن ما اخذ ذاك اللي فوق، فما ما في اشكالية. بعد المرحلة ممكن تكون صعبة، فيبغى لها استكنان زيادة عشان او تخطيط صح. الحين تتحول خضراء، خدنا واحد جولد مو مشكلة، نحاول بعدين احنا نحصل الجولد الثاني هذا، نحاول نلقى له حل. الحين في هذا خلصنا، هذه تفتح اللي بعدها. الحين عندنا ذي او هذه. طيب انا الحين مخليهم يتجهون زي ما تشوفون الان، يدفون البلوك الاولى هذه، انا ما احتاج البلوك الاولى، وينتظرون عن طريقها يجون مثلا هنا. تمام، هنا بس ابغاهم يدخلون بكه بس شوي يطلعون من هنا، انا مجهز لهم جو حركه. لا الحين كذا خرب خرب مهمات الدف، انا مجهز جوا اول بحيث انهم يدفونها، فهم خربوا الحين الخطه حقتي، فلازم ايش اعيد عشان تظبط الخطه من جديد. يجون اول شيء يدفون هذه البك الاولى مع انا ما احتاجها، ويجون ينتقلون هنا، ويجون على الثانيه، اعطيهم امر هنا يخشون كذا يمين، بس عينه بسيطه يدخلون تقديمه واحده، ويرجعون عاد هنا يكملون عادهم هنا خطهم سيده. يجون هنا يدفون هذا واحدة بتطيح هذه هنا، وبيدفونها مثلا لين تطيح برا، بعدين تجي هنا تاخذ لها جنب، وتيجون هنا ياخذون لهم جنب ثاني، ويجون هنا ويدفون هذه. انا ما ذي ما احتاجها، فهم بيدفونها يدفونها بالطريقة هذه هنا، بعدين هم يدفون. بس خلي بكنس هذا حاليا كذا، خليهم يدفونها لين يطيح، انا ما احتاجها اساسا. اوكي حاليا طيحوها، يقولون تعالوا هنا، انهم احنا بيقزون هنا، خليهم يجون زي كذا مثلا. تعالوا هنا يا حبايبي كذا، وجنب يقزون، ينزلون هنا، يخشون يمين، ياخذون هذا. بس لان الحين لازم اسبقهم انا، ونجهز لهذا الاول، بس نخليه يدخل في دوامه، بس هو الوحيد، والبقية حنسيد عاد. انا هذا اهم شيء الذهبي حافظ عليه عشان ابغاه يفوز مع الشباب، اما الحين هذول البقية ما يهموني. ف نجي مرة ثانية نلف زي كذا نتأكد نشوف. اوكي الاخيرة ذي ما تهم، نطيحها بس المفروض. لا 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 عفوا، هذه ما تهم، دف هذه، دفوا هذه، طيحوها، ممتاز. الحين ذي اندفت بشكل سليم، سندول يقدمون نتيجة ويدفون هذه. الحين ذي طرناها برا، ما احتاجها، يدفونها بس. اوكي طلعوا هنا، يجون هنا مع الجنب، خلاص كذا هم متجهين صحيح. فاجي الان انا اقول لهم تعالوا هنا، لفوا هنا يا حبيبي الذهبي، خذ الجنب هنا واعطيهم جنب هنا ثاني. خلاص كذا انا ضام حين الذهبي ذا انه يجي معي. الذهبي الثاني ما لقيت له حل مناسب حتى الان، بخليه بعدين عشان اتفضاله، يعني يبغى له مزج عليه، يبغى له وقت، يعني انهم حاطينه في مكان مره صعب، ويبغى له قلق لتاخذه. شوف هنا يطلع عندنا ووكينج، بعدين يطلع عندي انه خلاص وصل، المفروض انه وصل. ايوه وصل، فنروح المرحله اللي بعدها. طبعا كل ما تتقدم انت زي كذا يعطيك اشكال
التماثيل هذول او خلينا نقول البشر هذول طبعا تطرح مشكله بحيث انك تشوف لهم شكل مناسب. طبعا هذه هي اللعبه بشكل مختصر قد الامكان. اتمنى اللعبه عجبتكم، يعطيكم العافيه متابعه. اللي يعجب تجب العاب الغاز يكتب تحت في التعليقات، وشوف ما شاء الله في المقطع القادم. يعطيكم العافيه ومع السلامه.